خلني أقول لك أهمية خل التفاح. ركز معي. شخص عنده تقرحات ما يصير يستخدم خل التفاح. ليش؟ لأن الحمض هي على التقرحات تتيج. جيد. زين حق شنو مفيد؟ أنا أقول لكم الشخص عنده حمض معدة وين يتكون؟ مو بالمريء، يتكون بالمعدة. جيد. إذا قل حمض المعدة في بعض المعادن ما تنهضم، مثل شنو؟ أولهم الحديد، لأنه يحتاج حمض معدة قوي. وأيضا عندنا الزنك مهم جدا، وأيضا المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم ينهضمون بشنو؟ بحمض قوي. زين ليش يصير عندنا احنا حارج ارتجاع مريء؟ لأن حمضك مو قوي. إذا كان الحمض مو قوي راح يصعد فوق المريء، راح يؤذي المريء ويسوي له التهاب، وبعدها يجيك الحارج والارتجاع. زين خل التفاح شلون ناخذه ومتى نشربه؟ ناخذ خل التفاح العضوي، راح نلقى تحت شوائب، مو الخل الابيض، الخل هذا اللي لونه شي براون. زين متى نشربه؟ يفضل قبل الاكل. قبل الاكل نشربه بدقيقه دقيقتين مثلا، وبعدها نشرب ملعقتين على كوب ماي ونشرب خل التفاح. زين حوش اسنانه يخربها؟ اي يخربها، لازم نحط عود ونشربه. زين نفترض شخص عنده مثلا تقرحات بالمريء، اوكي، ويبي خل التفاح، شنو يسوي؟ ما ياخذ سائل، ياخذ التابلت. واضح يا جماعه؟ زين خل التفاح اكثر الناس اللي يتاذون منه اذا يشربونه من غير عود اللي مركبين اسنان. ليش؟ اللي مركب اسنان اسنانه من قدام ما راح تتاثر من الداخل، ولكن الشخص العادي راح يشوف التاثير. فانتبه بكل الاحوال، حط عود او اخذ التابلت. واضح يا جماعه؟ هذا خل التفاح. سوي تقرحات ولا لا؟ شخص ما في شيء ما راح يسحوشه تقرحات. ليش؟ لان الحمض اللي عندك اقوى من خل التفاح. واضح يا جماعه؟ اي شخص جسمه حاب السوائل، ممكن انت او انت مو متينه، يعني ما في شحوم وايد، السوائل اللي بجسمك هي اللي مأبيه خدود جسمك، زائد ضغطك يرتفع، من افضل الاشياء هذا حطيه مثلا، او حطه، شفت هذا نفس الغلايه البخاريه، مو اير فاير، لا البخار، تحطه تقطع عليه هني، هذا كله تاكله، حط لك من حبه الى حبتين. من تحس انت تروح الحمام وايد، ترى اشتغل مفعوله، اوكي. عندك تكيس بالمبايض، في اشياء يا جماعه مهمه جدا، خصوصا اذا بنت عندك تكيس، يعني معناته استروجين عالي بجسمك. اذا انت صبي عندك تثدي، لمه شي مبطله، خواصر، حسيت شعر جسمك قاعد يطيح، معناته الاستروجين جدا عالي. الخوف من شنو؟ الاستروجين لا يتحول اندروجين، هنا يبتدي الفراغات والمشاكل وايد. شنو الاكل اللي يركز عليه خلال هالفتره؟ تعال معي. الماده اللي بوريكم اياها اللي بالبروكلي، شنو فيه؟ في شيء اسمه دي اي ام، وفي شيء اسمه سلفرافين. هذول شنو يسوون؟ السلفرافين مفيد جدا حق جرثومه المعده، والدي اي ام يكسر الاندروجين العالي. تعال. اكلك يكون بروكلي. الخضروات الصليبيه، ركز، يعني شنو خضروات صليبيه؟ اي شيء ملفوف على بعضه يعتبر خضروات صليبيه، ملفوف على بعضه، ملفوف على بعضه. من اقوى الشغلات هذا، اي شيء ملفوف على بعضه. خل اكلك بالفتره هذه وايد من الامور هذه، خلال فتره بسيطه راح تشوف حتى تحليلك يتغير.